السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم اختاريت انني ندير تطريز لشهر رمضان اللي هو هذا الهلال. هذا بالنسبة للخيط، دائما كنخدم بنفس النوعية ما كنبدلش. و اذا انا هنايا سبق لي يعني درت هنايا في التوب، تنطرزها بشكل عادي بحال اللي درت في الفيديوهات السابقة. كنجيو هنايا تندخلو الخيط، تنرجع نفس المكان اللي دخلت منه في الاول، تنجي عاوتاني هنا تمشي بشوية، ما تندوش الخيط يعني يعني هكا بطريقة طويلة باش ما يمشي ليناش الشكل الدائري ديال الهلال. داكشي علاش غادي نمشيو معاها غير بشوية باش نحافظوا على ديك الدائره ديالو. دائما اللون واللون ديال الثوب تيبقى داكشي على حسب الرغبه ديال كل وحده، واحد شنو تيفضل. انا فضلت انا ندير الثوب الاسود باش تعطيني جمال اكثر، وايضا اختاريت اللون الابيض. لكن الا درتوها في الثوب الابيض ممكن تختاروا يعني الوان اخرى. صافي، غادي نكمل هاد الدوره كامله ومن بعد غادي نكملوا داكشي اللي باقي. اذا انا كملت هنايا الدوره الاولى، غادي نعاود عاوتاني للجهه الاخرى بنفس الطريقه، ما غاديش نبدل. نحاول انا ندير الخيط طويل باش ما نبقاش في كل مره نزيد خيط اخر. صافي، غادي نكمل بحال هكا بنفس الطريقه اللي بديت بها. غادي نكمل هاد الدوره الزوجه ونكملوا تتمه الفيديو. صافي، من بعد ما كملت التطريز ديال الهلال، دابا غادي ندوز للتزيين اللي باقي. غادي نجيب الخيط هنا، دائما كنتبعوا غير داكشي اللي هنا. ماشي مشكل الا يعني جبتوا الخيط غير يعني كملتي التطريز عادي وما قطعتيش الخيط، حيت ما غاديش يبان لك، ما غاديش يبان لك من هنايا بعكس الثوب الابيض. صافي، كنستمر بحال هكا حتى كنكمل كاع هاد التزيين هذا.
دينا غادي نكمل كاع هاد التزيين هذا اللي باقي لي هنايا وغادي نشوفو كيفاش جات. اذا بعد ما كملت هذوك اللي فوق غادي نجي هنايا لتحت وغادي ندير نفس الشيء. غادي نجي هنايا غادي نبقى غاديه مع هاد الدورات هادو اللي درت هنايا بحال اللي كنت غاده في الاول. ثم الى عجبكم شي تزيين اخر ممكن تضيفوه الا بغيتو، ممكن تضيفوا اي حاجه بغيتوها. انا اختاريت هذه الفكره هذه اللي بسيطه وكتجي سهله. غادي نكمل بحال هكا كاع هاد البلايص اللي باقيين ليا، وعاد غادي نشوفو التزيين ديال هاد النجيمات الصغار. صافي بعد ما كملت التزيين ديال الهلال كامل، دابا غادي نمرو باش نديرو هاد النجمات هادو. غادي نديروهم بالغرزة ديال العقدة الفرنسية، كنسبق لي خدمت بيها في واحد الفيديو. كنجيبو الخيط بحال هكا وتلويوه على الإبرة وتندخلوه هنايا. غادي نجمد كتجي بحال هكا. غادي نجرب وحده اخرى. ممكن ديرهم صغار او كبار، داكشي كيبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد. كنلوي الخيط ثلاثه المرات، ممكن انا كتلوي غير جوج المرات او اكثر. اذا انا غادي نستمر غادي نكمل كاع هاد النجوم اللي عندي هنايا وغادي نشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش تيجي. اذا هذه هي الطرزه ديال اليوم، دا هو الشكل ديالها كيفاش تيجي. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنساوش تابوناو في القناة ولايك الفيديو، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.